يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستغاثة بصفات الله عز وجل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال برحمتك أستغيث، والاستغاثة هي التوسل، قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إليه بها وتستغيث إليه بها بمعنى واحد. أما أنك تستغيث الصفة فلا، تقول يا رحمة الله يا وجه الله يا، هذا لا يجوز، لكن قل يا الله أسألك بأسمائك وصفاتك وقدرتك ووحدانيتك، تتوسل إليه. نعم.